يعني ما شاء الله عندكم الطبيعة خلابة جدا، مش موجودة في أي مكان تاني في الدول العربية. يعني تحس أنت في سويسرا، في أوروبا. بصراحة احنا ما توقعناش يعني ان احنا هنلاقي المرافق القيمة هذه. يعني احنا قلنا هنطلع فوق على الجبل بقى هنلاقي الدنيا مفيش حد ومفيش أكل ولا شرب ولا حتى الشاي، مش هنلاقي، بس اكتشفنا العكس تماما، كل حاجة موجودة. أنصح الجزائريين وكل الدول العربية يعني ملهاش لازمة انه يسافر أوروبا، احنا هنا متاح لنا كل شيء. يعني كان هذا انطباع أول زوار التقينا بهم بأعالي شريعة، حيث تكتسي الجبال والأشجار حلتها البيضاء لترسم أجمل المناظر ضمن بانوراما طبيعية خلابة، مما جعل المنطقة قبلة للعائلات للاستمتاع بمنظر الثلوج. كما اليوم أنا فرحنا الدراري، جبناهم اقتنمنا الفرصة، اليوم عطلة بمناسبة عيد سقاسم قاس جميع الجزائريين. الدراري رانا فرحانين، وعندنا بلاد شابة مشريعة كيما تيك جدة، علاه لازم نروحوا للخارج، عندنا بلادنا نحوسوا فيها. محمية الشريعة بالرغم من جوها البارد، فهذا لم يمنع عبد القادر وعائلته من توفير خدمات الإطعام للزائرين. هنايا نبذلوا اقصى جهدنا باش نقدموا السياحه المحليه للمواطن، وبين قوسين فانيك باش نحققوا ارباح. ماذا بيا انا الهدف الاول والرئيسي، السائح كي يجي لهنايا يروح لدارو فارحا مسرورا، هذاك هو النجاح الكبير. اما لعشاق التزحلق على الثلج والمزيد من المتعه والاثاره، فهنالك ايضا فضاء خاص للشغوفين بهذا النوع من الرياضات. قبل ما نجيو ما كناش عارفين بلي مليحة كاع هكذا، لا الحمد لله لقينا خير من كنا متوقعين. الحقيقة أنا نهار اللي بعد ما على بالناش بلي كاين في بلادنا فلاصة كيما هايدا، عندنا كاين غير في مش عارف في الأوروب، بصح عندنا في بلادنا حاجة واحدة أخرى كاع. هكذا إذن هي الأجواء في أعالي شريعة، فبالرغم من أن درجة الحرارة تشير إلى ما دون الصفر، إلا أن جمال هذه اللوحة الطبيعية حتماً تنسيك في برودة الطقس. وليد برزاح، وكالة الأنباء الجزائرية من أعالي شريعة.